ليه بعد الاعتزال حضرتك فضلت التدريب مش العمل الإداري؟ ليه اتجهت للعمل في التدريب؟ التدريب موهبة، يعني طبعا. التدريب دي أي حد ممكن يشتغل، خدي بالك، يعني أي حد ممكن يبقى مدرب، ولكن التدريب موهبة بتثقل بالدراسة، يعني إنما لازم الموهبة تكون عندك، موهبة التدريب، موهبة الكلام، لأن الكلام في الكورة ما حدش هيذاكر عشان يتكلم، صحيح، ومحدش هيقرا ورقة عشان يتكلم. انت بتكلمي لعيبة، ولاعيبة الكورة دلوقتي بقوا من الفكر غير على أيامنا. احنا كان أي مدرب بيجي لنا ما بنقعدش نحكم عليه قوي، يعني بنتمرن وبنعمل اللي هو بيقول. لا، لعيب الكورة دلوقتي من أول كلمة، من أول كلمة بيقيس الشخصية اللي قدام، من وقفتك، من رد فعلك. هو المدرب إيه؟ يعني أنا بقعد أتفرج كده، في مدربين تعجبني جدا من غير ما، ليه؟ لأن رد فعله مظبوط مع الحدث. يعني تلاقي مثلا في حدث بيحصل في الملعب، كاميرا تيجي على المدرب، تلاقي رد الفعل بتاعه مظبوط. في مدربين ما يعني الدنيا بتبقى واضحة قوي. فبالنسبة للتدريب هو موهبة بتثقل بالدراسة، وانا الحمد لله الحته دي كانت عندي من وانا بلعب، يعني حته الموهبه في التدريب. طب انا بس عرفتها ازاي؟ حضرتك كنت لاعب، ما عمرك دربت قبلها. احساسي ومع زمايلي وكلامي، ويعني هو بيحس انه عنده الحته دي. عندي الحته دي، يعني انت فاهمه انت ازاي؟ لان اوريدي وانا بلعب هي عندي، يعني لان انا عيني شايفه كل الناس. انت فاهمه دايما يوجه، لا تبقى يمين شويه، اتحرك كده، روح كده، ما تسقطش، انت خليك قدام، اتحرك من ورا. التدريب موهبه. طبعا. بس ممكن اي حد يشتغل زي شغلتكم. المذيع موهبه، صحيح، وقدرات، انما ممكن اي حد يشتغل برضه. يعني المدرب ممكن اي حد يشتغل، بس مش اي مدرب ينجح، لان ليه عوامل. بس الخبرات بتفرق برضه. ليها عوامل برضه. وممكن مدرب يكون عنده كل الكلام ده وما يشتغلش من اساسه، صحيح، مش ينجح، او ما يوفقش مثلا. لا يا ريت، هو هيوفق. يعني اي حد بيفهم في شغلته هيوفق، مش هيفشل، طالما هو بيفهم كويس وعنده الوقت وبيحب شغله. ولكن المشكله ان اللي تلاقي واحد ما تجيلوش فرصه انه يشتغل، ما بيشتغلش. مش حظ بقى، ملوش حظ، صح؟ الوسيله انك تشتغل. بالظبط، انك توصل للحته دي. في ناس الدايره محترفه في الحته دي، ازاي اوصل عشان اشتغل؟ بس انا اعرف اشتغل ولا ما بعرفش؟ دي ده الاهم. انت واخد بالك، انت فاهم، انت فاهم. انا عارف حضرتك تقصد ايه، بس هتجرنا ودايما اللقطة. لا، ودايما اللي بيعرف يشتغل يعني اتعود ان الناس تيجي تطلبه، هو مش متعودش ان هو يروح يطلب الشغل، صح؟ زائد ان هو كمان لو مش محتاج الشغل فما خلاص مش هيسال، يعني هتجيله حاله ايه؟ يعني يقول لك يا عم انا يعني ايه اللي هيدخلني في القصه دي، في المتاهه دي؟ فيبتدي يترفع يعني. طبعا.